طيب الاستاذ هشام سرور بيقول لفضيلتك: ما حكم الملاعنه في الاسلام خصوصا بين الاصدقاء او شركاء في عمل او مشروع او تجاره وما الى ذلك؟ خصوصا شفنا فيديو الحقيقه على الفيسبوك، شيخ مسجد جايب ناس وعمالين يعملوا جلسه ملاعنه في المسجد تقريبا على فلوس او تجاره ما بينهم، يعني ده يجوز يا سيدنا ولا لا يجوز؟ لا، بين الأتقياء الأنقياء الأوفياء المصلين المؤمنين كذا إلى آخره لا يجوز إن احنا نلعن ونعمل كذا إلى آخره. هذا كان بين المسلمين وبين رافضي الرسالة المحمدية والتحدي بعدم أحقية سيدنا النبي. شوف حاجة كبيرة. طبعا طبعا، ده يعني ده الشهادتين بهما ندخل الإسلام. فتخيل بقى إنه ده بيسعى لهدم الشهادتين. فقالوا لا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. صحيح. طب وده مش كافر ده؟ لا خالص. ده يبقى الملاعنة اللي شكلها كده بترتد حتى على صاحبها. لا. الذي بدأ. يعني ده لا يجوز اللي شفناه ده. لا يجوز. لا يجوز نجمع الناس ويعملوا ملاعنة ما بينهم، ده أنا خدت ما خدتش ما. لا يجوز. وبعدين على فكرة كثير جدا من المشكلات اللي جلسنا عشان نحلها بين الخلق وبين الناس، كل واحد بيعتقد اعتقاد جازم أنه على الحق وأنه لا يريد. صحيح. أن يأكل مال أخيه. ده كده وده كده، هيتلعنوا على إيه؟ على حاجة غير يقينية، على حاجة ده شايفها أنه ده ماله وحقه، وده شايفه أنه ده ماله وحقه، أنه هو ده التاني هو اللي بيأكله. 90% من الخلافات لا يكون فيها طرف يعتقد أن هذا ليس ماله وبيعمل كده، 90%. فهيجوا وهيتلعنوا هما الاثنين، وبعدين مش هتحل برضه. مش هتحل. كل واحد فيهم معتقد ان هو ليه حق هنا. ليه؟ أصلاً هو ده حقه فعلا. كان سالف اصلا. لما اديته الفلوس حصل كذا يعني هو معتقد هذا، ولذلك لازم تتحل بالطرق التصالحية. نعم. وبالطرق الودية وبالطرق التحكيمية ايضا. صحيح صحيح يا سيدنا. طيب الاستاذ محمد احمد، استاذ محمد احمد بيقول: ما هي العلوم الشرعية التي يجب على كل مسلم ان يتعلمها؟ وما رأي سيادتك في من يترك تخصصه سواء الطبي ولا الهندسي عشان يكون او ليصبح داعية، وقد رأينا الكثير منهم ممن لم يتلقى العلم في الازهر يتصدرون لامور الفتوى. من تصدر قبل ان يتعلم كمن تزبب قبل ان يتحصرم. صار زبيب، عمل روحه زبيب كده، تيجي تاكله تلاقيه حصرم. مر. يبقى من بره رخام ومن جوه سخام. بالظبط. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ما ينفعش. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انا راجل طبيب وعايز اتعلم العلوم الشرعيه، اروح اتعلمها. والعلوم فيها 5 اركان: الاستاذ والتلميذ والكتاب والمنهج والجو العلمي، في امتحانات وفي رايح وفي جاي وكذا الى اخره. انا معايا كليه الطب وفاتح عياده وعايز اروح اتعلم العلوم الشرعيه ولا الهندسيه ولا الفلكيه، ما اروح اتعلم. صحيح. بس باصوله. معهد اعداد الدعاء يروح بقى. وكان مفتي الديار السوريه الشيخ ابو اليسر عابدين كان طبيبا جراحا، واخد بالك، لكن كان من الاكابر. صحيح. ليه؟ تعلم العلم على وجهه. صحيح. وسيدنا الدكتور علي جبر يعني بس ما كانش من الاكابر يعني. لا، من الاكابر، ولكن هو تواضع العلماء فقط يا مولانا. انا عايز اقول لك انه لا يصح الا الصحيح. نعم. عايز تتعلم اتعلم. اتعلم. صحيح. لكن حكايه الشو والشهره والتصدر وكذا الكلام ده قد يقول شيئا صحيحا، لكن يكون خطله وخطأه أكثر من صواب. يعني حتى لو كانت نيته كويسة الرجل الدكتور، حتى لو قال صح. حتى لو قال صح.